والمكان ده مكاني والاشخاص دي جايين دخلاء على المكان ده اعداء ليا. احنا بنوصل للكلب رساله في دماغه، ده بيتك الجديد، ابو نور اشتراك، انت بقيت بتاعه، انا بقيت صاحبك. موت. ايوه كده لعبنا خلاص، بس كده مؤدب. اتعاملي معاه عادي. الكابتن البارع في اعلى المزارع هم دوكس في ضمانهم، رجوله ومجدع وسته مسمع، اخونا الكبير ابو نور شرف بلدنا ومنه استفدنا، ابو نور حبيب الجمهور. برافو هنا، هات شنطه. ها شاطر 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 هنا، برافو هات شنطه. سرش ها سرش، برافو سرش، برافو. يلا بينا، اقعد سلك سلك تحت شاطر. موت يلا، برافو ساكت. سل تحت تعال. لا لا شاطر، لا قلت شاطر، اقرص شعرك فجأة. طيب جرب جرب ادب عليك. خلاص اقعد كما ماسك. شوفوا دلوقتي بيحطوا وشه جوه. انا قلت ايه؟ قلت ايه؟
قلت ايه؟ تحت تحت درع. ضعيفة بتقل من جهده، بتبوظ كل اللي احنا عملناه. الشخصية الضعيفة هتدمر كل المرحلة دي. تمام؟ خلي الشخصية قوية على الكلب، تعامل مع الكلب الحاسم شوية. تمام؟ لا. دلعتي يبقى بتبوظ اللي احنا عملناه. خلي التعامل طبيعي، أنا بنتعامل معاه طبيعي، هل أنا بنموته؟ هل أنا بنضربه ولا بنيجي يمه؟ ما بنجيش يمه، التعامل كلمة حاسمة، فاهماني؟ يعني الأمر بيطلع مني أمر إن أنا بنأمره ينفذ كده. تمام؟ مفيش دلع، الدلع ده احيانا بقى في وقت مثلا مش طول النهار دلع وطول الليل دلع. تمام؟ جايين من بره مثلا كده. بص يا فندم ما يبقاش يعمل غلط ونيجي جاي بعدها ب 10 دقايق مدلعه. تمام؟ اي اخطاء يعملها لازم يتحاسب عليها. تمام؟ الا بالزعل كمان يعني اننا نزعل منه. هو فاهم كده. تمام؟ بنبدا نتعامل مع الكلب بحسم عادي خالص، بنتعامل معاه طبيعي خالص. تمام؟ انا لو قربت له دلوقتي طبعا لو هو الكلب خايف مني او كاريني مش هيعمل معايا كده. تعال تعال يلا هات بوس. هيعمل معايا كده لو كاريني او ان انا بنأذيه في حاجه، مش هيعمل معايا كده خالص، مش هيقرب، هيبقى داخل عليا وخايف. لكن لا، الكلب بيتعامل تعامل طبيعي خالص. تمام؟ بيلعب معايا عادي، بس مش في كل وقت لعب. ده شغلته ان انا اللي بنهيئه يعمل ايه دلوقتي، مش هو اللي يهيئ، هو مختار ايه. تمام؟ الفكرة كلها انه بس لو عمل خطأ نبدأ نحاسبه عليه. تمام؟ لو عمل هتعاقبه ازاي؟ بص هقول لك انا على حاجة، هو دلوقتي طبعا ما عملش خطأ مش هنسلق له على حاجة، فاهماني؟ لكن لو هو دلوقتي ما سمعش كلامي فيه خناقة زي دي كده، تمام؟ زي ما انت شفتي من شوية. باولو قلت ايه؟ تحت. العقاب، العقاب تعامل ان بنبين له فيه سنة عنف طالعة منه.
بس دي الفكره كلها. موت يلا يلا موت. اه موت موت. برافو. هو اول حاجه ان كده كده مش هينطلق في البيت، هيتربط بقى. اه لازم يتربط عشان نهيئ التدريب الحراسه اللي احنا عاملينه. تمام، لازم يتربط في البيت بقى ولو فتره كده. لما نيجي نمشي بيه خليها بلابسها زي بالشكل ده كده. تمام، بنعرفه ان دي عقاب بتعاقب بيها، هي دي رساله العقاب بتاعته. لما تتشد كده دي رساله العقاب بتاعته، دي الفكره بس مفيش غير كده. طبعا مش دلوقتي خالص، اقل حاجه 20 يوم. طب هو دلوقتي عارف اصلا اخواتي وولادهم وصديقهم. من الاول ترحبي بالكلب. تمام، اتفضلي خشي عليك. اتعاملي معاه عادي. فاكرك طبعا، في مفيش كلب ينسى صاحبه. لا 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 لا، مفيش كلب بيعدي صاحبه. خش طبطب عليه وسلم عليه. بيلعب بقى معاك، بيقابلك بقى. طلع رجلك من الليش بتاعه يا سيدي. يا باولو استنى استنى تعالى هنا يا سيدي. ابنك عبالك ولا ايه؟ خلاص 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 خلاص، لعبنا لعبنا. تعالى هنا تعالى هنا، لعبنا. بس بس لا، تحت 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 تحت. ايوه لعبنا لعبنا. موت يلا يلا موت موت. ايوه كده لعبنا خلاص. بس بس كده مؤدب، لعبنا وهزرنا وعملنا استقبال، خلص الموضوع بقى. شعره شكله حالته الصحيه، مش عايز اكتر من كده. اتاكدي من حاله صحتك. طب هتقولي ايه بقى للناس بصراحه؟ محافظه اسكندريه عايزين نسمع كلمه كده، مش اسكندريه برضو. واقول ان مزرعه ابو نور ربنا يخليك يا رب، فعلا احسن مكان امن. ربنا يخليك يا رب. يعني لو حد لو اي حد عايز يستضيف كلب بتاعه، يعني هو ده أأمن مكان له بصراحة. حضرتك شرف لينا الكلام الجميل ده، ودي ثقة من حضرتك طبعا، دي حاجة تشرفنا. وحضرتك اسكندرية صح؟ صحيح. تحياتي طبعا لمحافظة اسكندرية، نورتونا النهاردة. عايز تقول حاجة؟ لا تمام خلاص. لا انت لسه جاي من عمان. لا والله انا مبسوط جدا يعني بيه وبالمستوى اللي هو وصله. المشهد اللي انت شفته دلوقتي في التدريب كان ممكن يخطر على بالك؟ لا لا الصراحه، لان هو اصلا كان طبعه عنيد وما بيسمعش الكلام خالص. هو يعني حته ان هو ينزل على الارض دي كان بيرفضها تماما. استحاله كان ينزل على الارض دي، كان يعني بيخالف الاوامر وكل حاجه. حضرتك جيت لنا بالكلب، كانت المدام بعتت حضرتك وجيت لنا بالكلب. فاكر لما الكلب جه؟ طبعا كنت انا فاكره كويس، او لان انا اللي كنت بتعامل معاه. كان جبان جدا في الاول. انت كنت شاكك ان مش هيبقى الكلب كده، كنت حاسس بيك. لا 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 ليه لا، انا قلت ما انت قلت لي وفرجني كده على كلب وخفت وفرجتك. لا لا بس قلت لي بقى معقوله الكلب ده هيبقى زي دول؟ لا لا يجي منه، انا عارف ان هو يجي منه، بس هو عايز المدرب اللي يجي منه. لا لا يا عم يجي منه، بس عايز برضه حد يكون فاهم كويس، واللي جاي عايز حد يكون فاهم فيه ان هو يعرف يعامله ازاي. احنا كده ربنا يخليك انت كده. برضو في حاجه تانية انت دخلتنا فيها من غير ما تحس. ان انت احنا كنا مخلين الكلب ده اجتماعي جدا في البيت. تمام. وكل اللي يخش ويطلع حبيبه. تمام. انت كده خليته خلاص عزلناه عن احنا دلوقتي هنعمل الناس هنعمل اختبار بسيط كده. تمام. سيد الكلب يعرفك؟ طبعا صاحبك. هنعمل اختبار بسيط كده، احنا هنوقفك كده تمام قدام الكلب. تمام. وهيجي واحد من وراك هيمسكك كده، عايزين نشوف وش الكلب التحول بتاعه او الرياكشن بتاعه هيكون ايه. تمام. حد جاهز هنا من الجماعه؟ وهتقول برافو برافو. خش خش، خليك ماسك سيد، خليك ماسك. برافو شاطر شاطر شاطر. ولا برافو 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 برافو. شاطر 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 شاطر
طبعا هو شد اول مره نفسه، لقى نفسه مخنوق. موت يلا، برافو، ربنا يبارك لكم فيه، انتوا نورتونا النهارده، وده شرف لينا طبعا كلام حضرتك ده، وده طبعا الثقه دي احنا مش عارفين نقدرها بقد ايه، فدي حاجه شرف لينا، ويا رب يكون الكلب يعجبك. وطبعا تحياتي لكم وتحياتي لكل الناس اللي متابعانا، تحياتي لكم يا جماعه، يا رب يكون الكلب يعجبكم، تحياتي لكل محافظه اسكندريه، واحلى مساء عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الكابتن البارح في اعلى المزارع هم دوكس في ضمانهم، رجوله ومجدع وسيبته مسمع، اخونا الكبير ابو نور شرف بلدنا ومنه استفدنا، بنور حبيب الجمهور.